السلام عليكم. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو لا سويت ديال لي فيلتر، وغادي نبداو بالفيلتر باسبا. دونك بالنسبة للفيلتر باسبا ناخدو مثلا ليكزومبل ديال ان فيلتر باسيف لي تيتكون من لا ريزيستانس ولا كاباسيتي ار، هنا سي، هنا واحد لا طونسيون في او، هنا عندنا لا طونسيون في اس، أو لو كورون هنا إي إيكال زيرو، يعني إر مع سي راهم أون سيري. بيان سور أول حاجة اللي غادي ندير خاصني نحسب أفي، من بعد أنحسب لو موديل ديالها. هكا تندير الفيلتر ديالها. دونك بالنسبة للفيلتر ديالها أش تنديرو؟ تنديرو أفي، نحسبو أفي اللي هي في إس سوغ في أو، نحسبو لو موديل ديالها، من بعد أنديرو لو كان أون ديسيبل باش نرسمو دياغرام دو بود، ومن بعد نحسبو لارغيمون ديال اف. سي بون، دونك غنمشيو بهاد لي زيتاب، نحسبو اف لو موديل ديالها، نديرو لو كان اون ديسيبل، ونشوفو لارغيمون دو اف، ونرسمو دياغرام دو بود. مفهوم؟ دونك بروميير شوز قلنا نحسبو اف اللي هي في اس سور في او. بيان سور راه تنخدمو بالكومبلكس، توجور راه قلتها لكم، سيرو شوفو لي فيديو ديال المونوفازي، راني شارحه الكومبلكس تما. سي بون، ا في ايكال في اس سور في او. دونك شندير هنايا؟ عندي في اس و في او، هي هادي في او شاده من هاد البوان، يعني شاده لا ريزيستانس و سي، و في اس راه اونتر سي. دونك اشنو هي في اس؟ في اس سولون لو ديفيزور دو طونسيون شيقول لك؟ هادو راهم اون سيري، ار مع سي راهم اون سيري. في اس تتساوي كوا؟ هاد لامبيدونس اللي هي او بوغن ديالو. بيان سور ما نديرش سي هنايا، غندير زيد سي، راه قلنا غنخدمو بالكومبلكس. دونك راه هو زيد سي، علاش؟ على زيد سي بلوس زيد ار، سي كلاغ، ديفيزور دو طونسيون. راه بحال عندك هكا، عندك سي ولا نبداو بلا ريزيستانس هي الاولى، وعندكم سي هنايا بحال هكا. لا طونسيون اللي كاينه هنا هي في او، ولا طونسيون اللي كاينه هنا هي في اس، وهذا راه قلنا تنعتبروه اون امبيدونس اللي غنسميها زيد سي، وهذا زيد ار. مفهوم؟ دونك سي زيد سي على زيد سي بلس زيد ار فوا لا طونسيون في او، هذا هو ديفيزور دو طونسيون. سي بون. دونك راه كيما قلت لكم، انا راه غادا بالترتيب ديال لي كور، يعني انا جو سيبوز انكم راه قريتو لي كور الاخرين وتنخدم على هذا الاساس، يعني عندكم لي بريغوكي، عندكم شي حاجه في راسكم ديجا. مفهوم؟ دونك هنا عندنا في اس شحال تتساوي؟ زيد سي، شنو قلنا زيد سي؟ هي موان جي سور سي اوميغا، ولا ان سور جي سي اوميغا، بحال بحال سور زد سي عاوتاني اللي هنا هي ان سور جي سي اوميغا، بلس زد ار شنو هي؟ هي ار فوا في او. دونك هاد في اس انهبطو في او هنايا سور في او، شحال تتساوي؟ تتساوي هي ان سور جي سي اوميغا سور ان سور جي سي اوميغا بلس ار. دونك هنا هاد جي سي اوميغا نضربها في هاد الشي كامل، شحال تعطيني؟ الفوق يبقى واحد، هاد جي سي اوميغا نهبطها لتحت ونضربها في هادو، هنا تختزل جي سي اوميغا مع جي سي اوميغا هتبقى واحد، وبالنسبة لإر نديرو جي سي اوميغا فوا إر، ولا جي إر سي اوميغا. مفهوم؟ دونك نحطو نديرو أون بوز، أون بوز إر فوا سي تتساوي أن سور اوميغا سي، لا فريكونس دو كوبور. هادي ولا لا بيساسيون دو كوبور. اوميغا شنو هي؟ اوميغا راه هي دو بي فوا اف، اوميغا سي راه هي دو بي فوا اف سي. دونك هادي نرجعوها اون فونكسيون دو اوميغا و اوميغا سي، ونرجعوها اون فونكسيون دو اف و اف سي. دونك شنو نديرو؟ افي اللي هي في اس على في او، شحال لقيناها تتساوي؟ لقيناها تتساوي هي ان سور ان بلس جي ار سي، شنو قلنا؟ هي ان سور اوميغا سي فوا اوميغا،
سي بون فحال هاك. و اوميغا قلنا هي دو بي فوا اف، وهنا دو بي فوا اف سي، دو بي اس تمشي مع دو بي اس تبقى اف على اف سي. دونك هنا وقت ما تبان لكم شي ايكواسيون سو هاد لا فورم، هنا عندك واحد العدد غيال مقسوم على واحد زائد جي اف سوغ اف سي، عرفوا سيت ان فيلتر باس با، فيلتر باس با، مفهوم؟ تتكون عندك هاد لا فورم ديال هاد ليكواسيون، تقدر تكون هنا مضروبه في 10 ولا في 20، المهم ما تكونش هاديك جي هنايا، سي كلير ما تكونش جي. دونك اون فوا تيكون عندك واحد العدد غيال مقسوم على واحد زائد جي اف سوغ اف سي، تنقول هذا ستان فيلتر باس با، حيت باغفوا تيقول لك تتخرج ليكواسيون تيقول لك شنو هو هذا الفيلتر، دونك ستان فيلتر باس باس با. سي بون، دابا أول حاجة، أول حاجة راه حسبنا أفي، شنو قلنا تاني حاجة؟ نحسبو لو موديل دو أفي، سي بون؟ دونك أفي نحسبو لو موديل ديالها، شنو هو لو موديل دو أفي؟ نخدمو بهذه هي اللخرة، نخدمو بهذه ديما، سي بون، الموديل ديال أفي هو لو موديل ديال واحد على واحد زائد جي إف سوغ إف سي، أنا نبدا نخدم بالقواعد ديال الماط اللي شفنا في الفيديو اللي فات، دونك هنا هي لو موديل ديال واحد على لو موديل ديال واحد زائد جي إف سوغ إف سي، لو موديل ديال واحد راه هو واحد، عدد غيال راه هو داك العدد تيبقى، ولو موديل ديال واحد زائد جي فوا إف سي راه هو لو موديل ديال واحد أو كاري هي واحد زائد إف سوغ إف سي أو كاري، سي بون؟ هي الجذر ديال واحد او كاري اللي هي واحد زائد اف سوغ اف سي او كاري، لابارتي غيال او كاري زائد لابارتي ايماجينيغ او كاري. دونك هذا بالنسبة لو موديل، حنا لقينا لو موديل، دابا غنقلبو على لو كان اون ديسيبال. شنيا ديسيبال؟ ديسيبال ديسي جاية من ديسيمال، حيت اللوغ ديسيمال، وبال تسمية ديال واحد العالم اللي عطا هاد ليكواسيون هادي، تيتسمى بال، سي بون؟ دونك هنا عندكم 20 لوغ ديال اش؟ ديال الفي لو موديل، سي بون؟ هي شنو؟ هي 20 لوغ ديال اش؟ ها هو لو موديل ديالنا، لو موديل ديال واحد على واحد زائد اف على اف سي او كاري، سي بون؟ إلا رجعتو للفيديو اللي فات، شتي يقولك؟ تيقولك أن اللوغ دو ا على بي هي اللوغ دو ا موان اللوغ دو بي، دونك هاد 20 غنخليوها هنا ونحلو هاد، غتعطينا هي اللوغ دو دو ان موان لوغ ديال اش؟ ديال واحد زائد اف على اف سي او كاري، والراسين شنو هو الراسين؟ شنيا الراسين مثلا ديال اكس؟ نقدر ندير هي اكس اس واحد على جوج، دونك هذا بلاص ما ندير راسين ندير اس واحد على جوج، كيما قلت لكم حنا نوليو نخدمو بالقواعد، مفهوم؟ ونسد المعقوفة هنا، يعني ديك 20 مضروبة فيهم جوج، شنيا اللوغ ديال واحد؟ اللوغ ديال واحد هي 10 أو صفر، اللوغ ديال 10 أو صفر شحال تتساوي؟ تتساوي صفر، يعني هذا مشى، شنو بقات ليا؟ بقات ليا موان اللوغ ديال واحد زائد إف سوغ إف سي أو كاري لو تو أس واحد على جوج، وقلت لكم أنا في من القواعد اللي عندنا هي اللوغ دو إكس على بويسونس إن هي إن فوا اللوغ دو اكس، يعني هاد واحد على جوج غادي نخرجها ونحطها هنا، غتولي عندك واحد على جوج مضروبة في 20 هي ناقص 10، مع هاد الناقص اللي كاين هنا، هي ناقص اللي كاين هنا هي ناقص 10، يعني في اللخر علاش غنحصل؟ غنحصلو على لو كان اون ديسيبل ديالنا تيساوي ناقص 10 فوا اللوغ ديال اش؟ ديال واحد زائد اف سوغ اف سي او كاري. بالنسبه للفيلتر فيه الكالكول بزاف، سي بون؟ فيه الكالكول بزاف، دونك حاولوا غير تنتبهوا الكالكول من بعد، ما هيبقاش هاد المشكل ديال الكالكول، تولي وتخدموا هذا غير باش نديمونطري، وتولي وتخدموا بالفيلتر بطريقه سهله، سي بون؟ دونك لو كان اون ديسيبل تساوي ناقص 10 لوغ ديال واحد زائد اف سوغ اف سي او كاري، مفهوم؟ دونك بالنسبه لاغيمون دابا حنا لقينا لو كان شي، ديما نعرف شنو هو لو بوت، لو بوت هو خاصني نرسم دياغرام، دياغرام دو بود، باش نرسم دياغرام دو بود شنو خاصني؟ خاصني لو كان اون ديسيبل، وخاصني لاغيمون ديال افي، سي بون؟ لو كان اون ديسيبل هنا لقيتو، دابا اش بقى ليا؟ بقى ليا لاغيمون
l'argument de AV هو شنو؟ هو الارغومون نشوف AV قلنا خرجت لينا AV خرجت لينا هي واحد اللي طلعنا الفوق يبان لينا واحد زائد جي اف سور اف سي هادشي اللي خرج هادي الارغومون. وإلا رجعتوا لي فيديو عاوتاني اللي فات غتلقاو أن الارغومون ديال A مقسوم على B هي الارغومون تاع واحد ناقص الارغومون ديال هادي اللي لتحت هي واحد زائد جي اف سور اف سي سي بون. دونك الارغومون ديال واحد الارغومون ديال واحد هاد واحد زائد كوا زائد جي فوا زيرو يعني لا بارتي غيال تتساوي واحد ولا بارتي ايماجينير تتساوي زيرو. الارغومون ديال واحد هو لارك طونجونت ولا طونجونت موان زيرو ديال لا بارتي ايماجينير اللي هي زيرو على واحد وزيرو على واحد شحال هي زيرو لارك طونجونت ديال زيرو راه سي زيرو دونك هادي مشات زيرو موان كوا موان لارك طونجونت ديال اش ديال لا بارتي ايماجينير لا بارتي ايماجينير هي اللي مضروبه في جي اف سور اف سي على واحد دونك هي اف سور اف سي. راه كيما قلت لكم الشيء اللي ما راجعش هذاك الكومبلكس وداك الشيء اللي درنا من قبل في لو كورون مونوفازي راه ما هي شد معايا والو هنا بالنسبه للفيلتر دونك ضروري ترجعوا لهذوك لي كور. قلت لكم انا معتبراكم على اساس انكم راه فاهمين هذاك الشيء الاخر سي بون. دونك لارك طونجونت اف سور اف سي هادي مشات ايكال ا زيرو دونك شنو لقينا لارغومون ديالنا ديال ا في تساوي لارك طونجون موان سيت موان لارك طونجونت اف سور اف سي. دونك هنا لقيت لو كان وهنا لقيت لارغومون شنو بقى ليا بقى ليا غير رسم دياغرام دو بود سي بون. دياغرام دو بود باش نرسمو خاصني نرسم بعدا المقاربات لي سي سامبتوت راه ديجا اكثريه داير هذيك الدراسه ديال داله يعني في الماطو هذا دايرين دراسه الداله ميم شوز هذا تبغي دير من تبغي ترسم واحد الداله ترسم ليها مثلا المقاربات ديالها تيتسمى سي بون. دونك شنو قلنا حنا قلنا لقينا لو كان اون ديسيبل الى رجعنا الفوق لقيناه تساوي ناقص 10 لوغ ديال 1 زائد اف سور اف سي او كاري ولقينا ان لارغومون شحال تتساوي لارغومون ديال ا في لقينا هي موان لارك طونجونت اف سور اف سي. وديجا قلنا ان ا في ا في هي واحد على واحد زائد جي اف سور اف سي سي بون. هادي ا في ولو موديل ديالها حيت هادشي نحتاجو في الرسم الموديل ديالها لقينا هو واحد على واحد زائد اف سور اف سي او كاري راسين بيان سور سي بون. هادو نحتاجهم داكشي علاش حطيتهم. دونك دابا باش نرسم المقاربات خاصني ناخد واحد لي زانترفال سي كلير دي زانترفال نقول دابا انا نبغي نرسم هذاك لو كان ديالي دونك من نبغي نرسم لو كان ديالي لو كان اون ديسيبل اون فونكسيون ديال لوغ ديال اف شنو تندير تنعتبر ان عندي هذه هي لا فريكونس دو كوبور ديال الفلتر وتنحاول ندرس هنا فاش يكون لا فريكونس صغر من اف سي وفاش تكون لا فريكونس كبر من اف سي. دونك باش نقدر نرسم هذوك المقاربات تندير هاد العمليه تناخذ لي اف اللي صغر من اف سي وناخذ الاف اللي كبر من اف سي بحال دابا فاش تكون اف طون فيغ زيرو يعني غادا في هذا الاتجاه ومن تكون اف غادا البلوس لانفيني هادو باش نرسم المقاربات. دونك اشنو تندير اول حاجه تندير بوغ اف انفيريور ا اف سي يعني في هاد لابارتي هادي شنو هو المقارب كيفاش يكون بوغ اف انفيريور ا اف سي دونك بوغ اف انفيريور ا اف سي ستادير اف انفيريور ا اف سي يعني اف على اف سي كيفاش دايره صغر من واحد مفهوم. الا كانت اف على اف سي صغر من واحد لو كان اون ديسيبل شحال يولي يساوي لو كان اون ديسيبل ديالنا هو هذا هو هذا ناقص 10 لوغ ديال 1 زائد اف سور اف سي او كاري. دونك الا كان اف سور اف سي صغر من واحد يعني هاد اف على اف سي راه غادي نيجليجيها دوفون ان تخيلوا معايا اف على اف سي لقيناها تساوي 0.5 راه صغر من واحد هذيك 0.5 الا رفعناها او كاري شحال تولي 0.25 غير ما تزيد صغار على الواحد دونك نيجليجيو هاد اف على اف سي
او كاري دوفون الان شنو بقى ليا لو كان اون ديسيبل في هذه الحاله؟ لو كان اون ديسيبل اي واللي هو ناقص 10 اللوغ ديالاش ديال واحد حيت نيجليجي نا اف على اف سي او كاري واللوغ ديال واحد شحال زيرو يعني لو كان اون ديسيبل هنا شحال تساوي صفر. هذه في اين حاله فاش تكون اف انفيرا اف سي يعني هنا في هذا المجال هذا مفهوم. بالنسبه للارغومون غنديروا نفس الشيء بالنسبه للارغومون توجور انا بوغ اف انفيرا اف سي تنهضر دابا انا في هذا المجال هذا سي كلير ما تنعممش غير في هذا المجال. دابا لارغومون ديال افي دونك نجيو لهنايا الافي ديالنا افي شحال تساوي واحد على واحد زائد جي اف سور اف سي. شنو قلنا اف كيفاش دايره بارابور الاف سي صغار منها بزاف يعني هاد لو تيرم هذا نيجليجيه دوفون ان سي بون يعني افي شحال تولي غتولي لكم هي واحد والارغومون ديال واحد شنو هو ما كاينش لا بارتي ايماجينير تساوي زيرو هو لا لارك طونجونت ديال لا بارتي ايماجينير على البارتي غير بارتي ايماجينير زيرو زيرو على واحد راه هي زيرو لارك طونجونت هي زيرو دونك لارغومون ديالي شحال تكون تساوي لارغومون ديال افي شحال تساوي زيرو مفهوم. دونك هادشي كامل هاد لي ريزولطا اللي لقينا ان لو كان اون ديسيبل تساوي زيرو بوغ اف انفيرور اف سي ولارغومون شحال لقينا تساوي زيرو بوغ اف انفيرور اف سي. دونك كنحاولوا نرسموا هاد الريزولطا اللي لقينا على الدياغرام دو بوت. دونك الدياغرام دو بوت ديالنا هو هذا هو لو كان اون فونكسيون ديال لوغ دو اف بارفو تلقاو حاطين لكم غير اف هنايا سي بون. دونك لو كان اون ديسيبل اون فونكسيون ديال لوغ ديال اف وهرسموا لارغومون اون فونكسيون ديال لوغ دو اف واعتبروا ان لا فريكونس دو كوبير ديال الفلتر هي 1000 هي 10 اس 3 اللي هي هذه وتبان لكم شو المعلم كيفاش مقسم مفهوم. هنا ما بين عشرة او جوج باغ اكزومبل او عشرة او ثلاثة هادي مثلا عشرة او جوج هادي اللي موراها راه هي هادي هي مية هادي هي ميتين تلتمية ربعمية خمسمية ستمية تيبان لكم ان هاد المسافة اللي هنا ما قداش قد هادي علاش حيت التقسيم اللي دايرين اون فونكسيون دو لوغ دو اف وقلت لكم علاش دايرين لوغ دو اف باش المعلم يصغروه شو المعلم شحال صغير تصوركم بغاو يصايبوه عادي يعني هاد البارتي تكون قد قد البارتي يجي كبير بزاف المعلم ما يقدنيش في الورقة مثلا باش نبغي نرسمه. دونك هنايا حاطين لينا اف سي هي قلنا دي سا لا بيسونس 3 هرتز يعني هذه هي اف سي هذه اف سي ديالنا هي هذه دي سا لا بيسونس 3 هرتز ساكلا. دونك حنايا الدراسه ديالنا قلنا درناها من اف سي للزيرو مفهوم. شحال لقينا لو كان اون ديسيبل قلنا لو كان اون ديسيبل بوغ اف انفيريور ا اف سي لقينا لو كان ايكال ا زيرو دونك من هنا لهنا شحال تساوي لو كان ها لو كان زيرو تساوي زيرو ها المقارب الاول سي بون. هادي لقيناها بوغ اف كيفاش دايره انفيريور ا اف سي لقينا لو كان اون ديسيبل ايكال ا زيرو دونك ها ايكال ا زيرو بوغ اف انفيريور ا اف سي. ولارغومون شحال لقيناه لارغومون ديال افي شحال لقينا حتى هو زيرو بوغ اف انفيريور ا اف سي تاكلا. دونك ها اف سي هي هذه انفيريور ليها شحال لو كان تساوي ها هي زيرو لو كان تساوي زيرو مفهوم. دابا غنديرو ليتود ديالنا بوغ اف سوبيريور ا اف سي يعني من هنايا حتى لبلوس لانفيني لا ميم شونس بالنسبه لو كان من هنا حتى لبلوس لانفيني. غنديرو الدراسه ديالنا وعاد نجيو نحاولو نكملو الرسم ديالنا. دونك دابا بوغ اف سوبيريور ا اف سي ستادير كو اف سور اف سي كيفاش دايره كبر من واحد. دابا شكون اللي غنيكليجيو الواحد قدام اف على اف سي مفهوم حيت كبر منه ساكلا. دونك شحال شويه اللي شنو يولي لينا لو كاع نرجعو
نشوفو لو كان شحال تيساوي. هو ناقص 10 لوغ ديال 1 زائد اف على اف سي او كاري. دابا شكلنا النيجليجي والنيجليجي والواحد، دونك غتبقى لينا ناقص 10 لوغ ديال اف على اف سي او كاري. الواحد غادي يمشي، دونك لو كان اون ديسيبل شحال يولي؟ يساوي هو ناقص 10 لوغ ديال اف على اف سي او كاري. وديجا انا قال لكم ان اللوغ نتاع اكس اوس ان تتساوي هي ان في اللوغ ديال اكس. غنطبقوها هنا مفهوم، يعني هاد الجوج هادي نجيبوها هنا، غتولي عندك لو كان اون ديسيبل هي موان 20 لوغ اف على اف سي. وديجا قلت لكم ان اللوغ ديال ا على بي تتساوي لوغ دو ا موان لوغ دو بي. دونك نطبقو عاوتاني هنا، هي ناقص 20 لوغ دو اف موان مع الموان اللي كاينه هنا غتولي بلوس 20 لوغ اس. سي بون، هاد لو 20 نضربوها فيهم جوج. سي بون، هذا هو لو كان اون ديسيبل. دونك حنايا الا رجعنا لهنا، الا رجعنا لهنا شنو هو الفاريابل ديالنا؟ هو لوغ دو اف. الا درنا واحد شونجمون دو فاريابل سمينا هاد لوغ دو اف هو اكس باغ اكزومبل، شونجمون دو فاريابل تتسمى هادي، راه تدار في الماط. دونك هاد لوغ هاد هادي كيفاش يولي عندنا هاد لو كان اون ديسيبل؟ يتكتب على هاد الشكل، لو كان اون ديسيبل هي ناقص 20 في اكس هكذا زائد هادي راه كونستانت اصلا، هادي كونستانت اف سي راها كونستانت، اف هنا لي فاريابل، يعني تعطيك ناقص 20 اكس زائد واحد الكونستانت. وهادي ليكواسيون ديال اش؟ هادي هادي راه ليكواسيون ديال الضروات ديال المستقيم، مفهوم؟ يعني هاد لو كان اون ديسيبل في هاد الحاله هذا راه مستقيم، مفهوم؟ دونك نجي ونحاول ناخذ جوج نقط باش نرسم هاد المستقيم. ناخذو بوغ اف، هاد اف هادي تتساوي هاد اف سي، بوغ اف ايغال اف سي شحال تخرج ليا لو كان اون ديسيبل؟ لا نعوضو، هادي نسميها اف سي ناقص 20 في لوغ اف سي زائد 20 لوغ اف سي هي زيرو، دونك زيرو ديسيبل. سي بون، بحال لونيتي ديالو زيرو ديسيبل. سيكرا بوغ اف دابا ناخدوها تتساوي 10 اف سي، دونك بوغ اف تتساوي 10 اف سي. اف سي شحال خدينا هنا؟ هي 10 لا بويسونس 3، ولا ضربتها في 10 تولي 10 لا بويسونس 4. يعني في هاد البوان هادي، في هاد البوان هادي خاصنا لو كان نعرفو شحال تيساوي. ضربنا اف سي فاش ضربناها في 10 باش عطاتني 10 اس 4، مفهوم؟ تتسمى ديكاد. فاش نضرب مثلا اف سي في 10 تنسمى انني مشيت بواحد ديكاد، سي كلير، ديكاد. ديكاد هي مشيت بعشرة، مفهوم؟ باغ اكزومبل الا ضربت في 100 راه جوج ديال لي ديكاد درت، مفهوم؟ الا ضربت اف سي في 100 غنولي وصلت ل 10 اس 5، راني درت جوج ديال لي ديكاد. ديكاد هي انني هاد اف سي نضربها في 10، مفهوم؟ تتسمى ديكاد. دونك لو كان هنا شحال تيساوي؟ هنا في هاد البوان شحال تيساوي؟ دونك قلنا درنا اف ضربناها في 10 اف سي، نجي لهنا ونعوضها في ليكواسيون ديالي. لو كان اون ديسيبل تساوي ناقص 20 لوغ ديال اش؟ ديال 10 فوا اف سي، مفهوم؟ زائد هاد 20. ولا باش جينا ساهله نخدمو بهادي، حيت لو كان اون ديسيبل راه هو هذا حولتو لهذا، راه يعني فحال فحال، دونك نخدمو بهادي سي ميو، جينا ساهله احسن. تاهي تعطيكم نفس الريزلطا، غير بلا ما نبقى نضيعو في الوقت نصايبوها بهادي. دونك نحيدو هادشي، غنديرو موان، هاهي موان 20 لوغ، شكولنا اف شحال باش عوضناها ب 10 اف سي سوغ هاد اف سي. هادي اف سي مشات مع اف سي، شتي كي جات ساهله. لوغ ديال 10 هي واحد، شحال بقات لينا؟ بقات لينا ناقص 20، وتنقولوا ناقص 20 ديسيبل باغ ديكاد. علاش قلنا ديكاد؟ حيت اف سي ضربناها في 10، مفهوم؟ يعني لو كان شحال خرج لينا هو ناقص 20 ديسيبل باغ ديكاد. يعني الا ضربت اف سي في 10 غتعطيك ناقص 20 ديسيبل، الا ضربتو اف سي في 10 و جوج غتعطيك ناقص 40 ديسيبل، الا ضربتو اف سي في 10 و 3 لو كان هيعطيك ناقص 60 ديسيبل. شي مفهوم؟ تبقى غادي بال 20، هابط بالناقص 20. نتوما تضربو في 10 اس 1 راه يدير ناقص 20، ضربتو في 10 و جوج هيعطيك هنا ناقص 40،
مفهوم؟ يعني لو كان تيهبط بناقص 20 الى ضربنا اف سي في 10، الى ضربناها في 100 راه غادي يهبط بناقص 20 في 2، هي ناقص 40. هذا بالنسبه للوغا. لوغا لقينا انه يخرج لينا مستقيم، وهذا المستقيم قلبنا ليه على جوج النقاط اللي هي هذه وهذه. لقينا باش نعوضوا اف باف سي يخرج لنا 0 ديسيبل، وباش نعوضوا اف ب 10 اف سي شحال يخرج لينا؟ ناقص 20 ديسيبل بار ديكاد. دونك كنجيو نحاول نرسمو لوغان ديالي. قلنا فاش نعوضوا اف باف سي شحال لقينا؟ لقينا لوغان تساوي 0، ها هو تساوي 0، ها هي 0 هنا لوغان. و بوغ اف ايغال 10 فوا اف سي يعني 10 اس 4 شحال لقينا؟ لقينا تساوي ناقص 20 ديسيبل، ها هي ناقص 20 ديسيبل، يعني في هاد البوان غيكون تساوي ناقص 20. دونك باش نرسمو نرسم واحد الدروات اللي غيتقطع عليا هاد جوج النقط. دونك هادو هما المقاربات ديال لوغان، هذا اللي هنايا وهذا، هذا هو المقاربات ديالو. يعني دابا هنا حنا يلا رسمنا المقاربات ديال لوغان اون ديسيبل، باقي ما رسمناش الداله الحقيقيه. مفهوم؟ نرجعوا بعدا لارغيمون عاد نشوفوا الداله الحقيقيه. دونك لارغيمون توجور بوغ اف سوبيريور ا اف سي، بوغ اف سوبيريور ا اف سي. لارغيمون ديال افي هو لارغيمون ديال واحد على واحد زائد جي اف سور اف سي. دابا قلنا هنيجليجي والواحد سي بون، غادي نيجليجيو الواحد، يعني هتولي عندي لارغيمون ديال واحد على جي فو اف سور اف سي. هي شنو هي لارغيمون؟ قلنا هاد جي الا بغينا نطلعوه الفوق تنضربو في جي هنا، والجي هنا راه في الاخر تعطيك موان جي، ياك موان جي على اف سور اف سي، غنديرو المقلوبة تولي عندك اف سي سور اف. مفهوم؟ لابارتي غيال مبقاتش هنا، كاينه غير لابارتي ايماجينيغ. مفهوم؟ وكاينه الموان سي بون. هادي توجور بوغ اف كيفاش دايره؟ سوبيريور ا اف سي. بوغ اف سوبيريور ا اف سي شحال لقينا لارغيمون؟ لارغيمون ديال ا في لقيناه تساوي لارغيمون ديال موان جي اف سي سوغ اف. هي شنو؟ هي لارك طونجونت ديال لابارتي ايماجينيغ. شنو هي لابارتي ايماجينيغ هنا؟ هي موان، منساوش موان، موان اف سي سوغ اف. علاش؟ على البارتي غير، البارتي غير زيرو. دونك موان شي عدد بوزيتيف، هنا هاد العدد اف سي سوغ اف بوزيتيف، والموان راه تولي نيجاتيف. موان شي عدد على زيرو هو موان لانفيني، ولارك طونجونس ديال موان لانفيني راه قلناها هي موان بي سوغ دو. دونك لارغيمون في الحالة ديال اف سوبيريور ا اف سي شحال لقينا تساوي؟ موان بي سوغ دو. دونك غنمشي نرسمو هنا. دونك في الحاله ديال اف سوبيريور ا اف سي يعني هنا شحال لقينا لارغيمون؟ لقيناه تساوي موان، يعني يهبط لينا هكا حتى الموان، موان 90 درجه هي ناقص بي سوغ دو. سي بون، هو هذا لارغيمون ديالنا، سي كلير. دونك تساوي موان بي سوغ دو. سي بون. دونك هنا باش ندير واحد الكونكلوزيون على هادشي اللي شفنا دابا. رسمنا بوغ اف انفيريور ا اف سي و بوغ اف سوبيريور ا اف سي. دونك هنا لوغان بوغ اف انفيريور ا اف سي لقينا لوغان اون ديسيبل تساوي زيرو، هما هادو. وهنا لقينا لوغان اون ديسيبل شحال تساوي؟ تساوي واحد ليكواسيون ديال واحد الدروات، لوغ دو اف بلوس 20 لوغ دو اف سي، سي كلير. دونك هاي ليكواسيون ديال الدروات، حددنا جوج النقاط، وحده هنا ووحده اللي هي هذه لقيناها، ورسمنا المستقيم ديالنا. لا ميم شوز بوغ لارغيمون، درنا اف انفيريور ا اف سي لقينا ان لارغيمون ديال ا في تتساوي صفر، ودرنا بوغ اف سوبيريور ا اف سي يعني في هذا المجال هذا لقينا ان لارغيمون ديال ا في تساوي بي سوغ دو. كما قلنا هادو غير مقاربات، يعني المقاربات ديال الدالة، يعني الدالة ديالنا غتكون مقاربة لهذا هنا فاش يكون اف طون فيغ زيرو، وغادا تكون مقاربة لهذا هنا فاش تكون اف طون فيغ لانفيني. ولكن هاد الدالة هادي راه خاصها تمشي
تمشي دوز عند هذا نكملو الداله، واش دوز من هنا ولا غادا تهبط دوز من هنا ولا غادا تهبط دوز من هنا وعاد تكمل. هذه هي النقطه اللي خاصنا نعرفوها اللي غادا تقاطع فيها هنا، يعني فاش تكون عندك اف ايغالا اف سي شنو هي البوان اللي كاينه هنا. لا ميم شوز بوغ لو كان، لا ميم شوز بوغ لو كان. فاش رسمنا المقاربات يعني الداله ديالنا غادا تكون مقاربه لهذا المقارب ديالنا فاش تكون اف انفيريور اف سي، وتكون مقاربه لهذا هنايا. ولكن كما قلنا واش هاد الداله غادا تدوز من هنا باش تكمل لينا باش نكملوا الرسم، ولا غادا تدوز من هنا ولا غادا تدوز من هنا، فين هي البوان اللي غادوز منها. دونك خاصني نحددها بوغ اف ايغالا اف سي شحال تساوي ليا لوغا، بوغ اف ايغالا اف سي شحال تساوي ليا لارغيوم. سي كلير؟ ولكن هاد بوغ اف ايغالا اف سي نمشيو ليكواسيون الاولى اللي لقينا. سي كلير؟ غادي نمشيو ليكواسيون الاولى اللي لقينا اللي هي هادي، وليكواسيون الاخرى اللي هي هادي ديال لوكا، مفهوم؟ وغادي نعوض اف باف سي. دونك نجيو لهنا لوكا اون ديسيبل ونحاول نعوض اف باف سي. نحطو لتحت، نحاولو نحطو لوكا طوط مغربينا. دونك لوكا اون ديسيبل، دابا راه باغي نرسمو الغيال، يعني قبيله هنا فاش كنا تنديرو فوق اف سوبيريور اف سي، راه تناخدو داكشي غير تقريبي، وبوغ اف انفيريور اف سي، هادوك غير باش نرسمو المقاربات لي سامبل. أما في المرحلة الأخرى أشنو بغيت ندير؟ بغيت نرسم الدالة الحقيقية، يعني خاصني نمشي ما نديرش هاد لي زابروكسيماسيون، سي كلير؟ ما نديرش هادشي، خاصني نمشي للدالة ديال لوكا أون ديسيبل اللي لقيتها هي ناقص 10 لوغ ياك واحد زائد اف على اف سي او كاري بحال هاك. ونجي ونقول بوغ اف ايكالا اف سي شحال خرجت ليا لوكا، ونجي ونعوض هنا اف سي، اف سي على اف سي هي واحد، واحد او كاري هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، ناقص 10 لوغ نتاع جوج الى حسبتوها في الكالكولاتريس غادا تخرج لكم ناقص 3، خاصها شي حاجه صغيره، ناخذ حنا غير ناقص 3 ديسيبل. سكلا لا ميم شوز بوغ لارغيمون، لارغيمون ديال افي راه خرج لينا ناقص لاغ طونجونس ديال اف على اف سي، مفهوم؟ غادي نعوضو اف باف سي، دونك نقولو بوغ اف ايكالا اف سي شحال عندي لارغيمون ديال افي، غادي نعوض اف سي على اف سي هي واحد ناقص لاغ طونجونس نتاع واحد، راها تعطيكم الى حسبتوها تيا في الكالكولاتريس غتخرج لكم ناقص بي سو 4 ولا 45 درجة. دونك هادي بالراديو وهادي بالدوك، ناقص 45 درجة. دونك هداك الشي اللي غنجي ندير هنايا، قلنا بوغ اف ايكالا اف سي شحال لقينا لوكا ايكالا موان 3 ديسيبل، داك الشي اللي غنجي ندير في الرسم ديالي. نحاول نخوي هذا الرسم شوية، سي بون. قلنا بوغ اف، قلنا بوغ اف ايكالا اف سي، يعني بوغ اف هادي ايكالا اف سي شحال لقينا لوكا تيساوي موان 3، موان 3 الى حسبتو هنا هادي راه تلقاوها هي ناقص 4، هادي هي ناقص 2، ناقص 3 غادا تكون هنا. بوغ اف سي، بوغ اف ايكالا اف سي غتكون تقريبا هي هادي، يعني الدالة ديالنا غتكون مقاربة هنا وغادا تتهبط تمشي تقاطع مع هاد البوان هذا بحال هكا تقريبا هكا، وعادة تهبط تولي مقاربة لاخر، مفهوم؟ بالنسبة لارغيمون شحال لقينا بوغ اف ايكالا اف سي، بوغ اف ايكالا اف سي لقينا هي ناقص 45 درجة، ناقص 45 درجة تتقاطع لينا هنا، يعني من نبغي نرسم الدالة الأصلية ديالي تكون مقاربة لهذا اللي رسمت، وغادا تهبط ودوز من هاد البوان اللي لقيناها وغادا تهبط باش تولي مقاربة لاخر، مفهوم؟ دونك هذا هو الدياغرام دو بود وهذا لو كان اي لارغيمون. دونك نحاول نجاوبو على هاد لي كيسيون هادي. قالك هنا شنو هي لا بوند باسونت؟ لا بوند باسونت يعني هاد الفيلتر هذا راه سي تان فيلتر باسبا، ياك؟ شنو تيخلي هاد لي فريكونس اللي كاينين هنا هما اللي يدوزو، لي فريكونس اللي الفوق هنا ما تيدوزوش،
فهم يعني لي فريكونس لي تيدوزو من اف سي لين زيرو، دونك لا بوند باسونت يعني لي فريكونس لي تيدوزو هما لي اونتر زيرو اي اف سي. فريكونس دو كوبير خلاص راه هي هما حاطينها لنا هي 10 اس 3 هرتز. وهنا لا تونياسيون ستادير لا تونياسيون، لا تونياسيون هي هاد لو كان في الاول كان شحال تساوي، تساوي زيرو، بشحال هبط؟ هبط بناقص 20 فاش ضربنا اف سي في 10، يعني لا تونياسيون هي ناقص 20 ديسيبل باغ ديكاد، سي كلير؟ مفهوم؟ دونك بشحال هبط لو كان؟ بشحال هبط؟ هبط بناقص 20، ولكن ناقص 20 امتى هبط بها؟ فاش كانت اف ايكال 10 فوا اف سي، داكشي علاش درنا ناقص 20 ديسيبل باغ ديكاد. مفهوم؟ جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا هاد الفلتر. دونك هذا راه باين من هنا تتعرفوا راه فيلتر باس با، كاع لي فيلتر باس با تيترسموا على هاد الشكل. دونك تناخذوا لا فريكونس دو كوبير ديالنا هي هادي، وتنعطي هنايا زيرو، وتنجي لهنايا وتنهبط هاد اف سي نضربها مثلا في 10 وتنهبط بناقص 20. مفهوم؟ دونك دابا نشوفوا لي زيكزارسيس ويبان لكم مزيان هادشي. سي بون، دونك كنديروا واحد ليكزامبل باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا شويه هادشي اللي درنا ولا لا. دونك هذا هو الفيلتر باس با، فيلتر باس هو نديرو ميم ايتود بحال اللي درنا دابا. دونك باغ اكزومبل عطيتكم انا قلت لكم واحد الفيلتر نيت عاوتاني فيلتر باس با لي لا فريكونس دو كوبور ديالو هي نفسها 10 اس 3 هرتز، وقلت لكم ان هذا الفيلتر عطيته واحد في لونطري ديالو، فيلتر ديالي باغ اكزومبل عطيته في لونطري ديالو واحد في او اللي هي هذه، هو هذا السينيال كامل هو في او، بغيت نعرف في اس كيفاش تخرج. مفهوم؟ دونك حاولوا تحبسوا الفيديو ورسموا هاد السينيال دو سورتي، سي كلا. دونك شنو قلنا؟ لا فريكونس دو كوبور ديال الفيلتر هي اف سي، وهذا ستان فيلتر باس با، دونك اي لي سباسي لي فريكونس لي صغر من لا فريكونس دو كوبور ديالو. مفهوم؟ اي لي سباسي لي فريكونس لي انفيريور على لا فريكونس دو كوبور ديالو. مفهوم؟ يعني في او فاش ندخلها هو هيختار لي فريكونس لي صغر من لا فريكونس دو كوبور ديالهم هما اللي يدوزهم لك في لا سورتي. يعني الا جينا لهنا بدينا بهاد الاولاني، شتي بان لك هاد السينيال هذا هذا هو هذه لا فريكونس ديالو، ها هو عاطينها لك وعاطينك لومبليتود ديالو، ولكن هاد السينيال شنو لا فالور مويان ديالو؟ هي 5، هي 5 حيت السينيال طالع على الزيرو، دونك لا فالور مويان ديالو راه هي 5، هي هادي هادي لا فالور مويان ديالو. الا بغيت نكتب هاد السينيال هذا بغيت نكتبوه مثلا نسميه واحد في او ان، هاد السينيال في او ان اون فونكسيون دو طون، غيتكتب على شكل 5 زائد شنو لومبليتود ديالو، شنو هو لا فالور ماكس ديالو؟ هي 6 ناقص 5 هي 1، هاهو اصلا حطينا 1 فول، يعني غيتكتب 1 فو سينوس 2 فو بي اف، شحال قلنا اف ديالو هي 10 اس 1 2 3 4 10 اس 4 فو تي، سي بون. دونك هاد البارتي ديال هاد السينيال دخلتها في الفيلتر ديالي، شنو غادي يخرج ليا هاد الفيلتر؟ غادي يجي لهنا يشوف هاد الخمسة هادي، قلنا هادي سي لا فالور مويان ديال السينيال، لا فالور مويان توجور لا فريكونس ديالها تتكون ايكال زيرو، دونك هاد لا فريكونس ايكال زيرو واش صغر من لا فريكونس دو كوبيغ ولا لا؟ صغر بيان سور، اف سي راه تساوي 10 اس 3 صفر، راه صغر من 10 اس 3، دونك هاد في اس غادي يدوز ليا الخمسة ديال هاد السينيال الاول، تنهضري على السينيال الاول، وهاد السينيال الثاني عندو لا فريكونس ديالو شحال تساوي 10 اس 4، شكون اللي كبير 10 اس 4 ولا 10 اس 3؟ بيان سور 10 اس 4 هي اللي كبيره، دونك الفيلتر ديالي بيسكو ستان فيلتر باس با ما غاديش يدوز ليا ديك 10 اس 4، يعني ما هيدوزش ليا هادي، شنو هيدوز؟ هيدوز ليا غير 5. مفهوم؟ دونك الا بغيت نرسم السينيال، دونك الا بغيت نرسم في اس ديالي سي بون، هاد الاول هاد السينيال الاول شنو دوز منو؟ دوز منو غير 5، هاهي 5 حتى لهنا وغادي يهبط فحالو. مفهوم؟ الا جينا لهاد السينيال هذا شنو لا فالور مويان ديالو؟ زيرو، راه هذا فحالو فحال هاد السينيال، غير هذا لا فالور مويان ديالو 5 وهذا لا فالور مويان ديالو زيرو. هذا شحال عنده في لا فريكونس؟ حتى هو عنده لا فريكونس في 10 اس 4 و 10 اس 4 كيفاش دايره بارابور 10 اس 3؟ كبر منا، يعني هاد السينيال هذا ما يدوز منه والو اصلا، راه عنده لا فالور مويان ديالو ايكال زيرو.
نفهم حتى هنا ونحبس سي بون. دونك هنا نجي لهاد السينيال هذا حتى هو لا فالور مويان ديالو ايغال ا زيرو ما كاينش مشكل. يعني بغيت نكتب هاد السينيال هذا نكتبو على شكل باغ اكزومبل سميه في في دو تي شحال تساوي لا فالور مويان زيرو زائد ياش زائد واحد حيت لومبليسيت ديالو هي واحد فوا سينوس دو بي اف شحال تساوي 10 او 2 ف 10 او 2 فوا فوا تي مفهوم 10 او 2 فوا تي دونك لا فريكونس دو ديالو كيفاش دير بارابور لا فريكونس دو كوبير صغيره دونك هاد السينيال هذا غادي يدوز كله مفهوم دونك يدوز كله كما هو غادي نرسمو كما هو هاد السينيال غادي نرسمو دونك ناخذ هادي فحال هكا هادي فحال هكا هادي فحال هكا هادي فحال هكا وغادي نرسم السينيال ديالي بحال هكا تقريبا خو خو خاصو يخرج هو النيس كان ما مساعدنيش هذا باش نرسم السينيال نفس السينيال غادي ترسم ويتحط هنا سي بون دونك جيسبر تكونوا فهمتوا دونك بالنسبه لا فيديو الجاي غادي نشوفوا الفيلتر باس وهو نفس الطريقه حاولوا تخدموه دونك هي الشيما ديال الفيلتر باس وحاولوا تخدموه بنفس الطريقه ومن نحط الفيديو تكونوا ديجا نتوما خدمتوه ها الشيما ديالو نفس الطريقه نحسب ا في نحسب لو كان اون ديسيبل نحسب لاركومون ونحاول نرسم لو دياغرام دو بود سي كلير شوفوا راسكم واش فهمتوا الفيلتر باس با. دونك الا كان شي كيسيون تقدروا تطرحوها عليا في لي كومونتير وشكرا.